إذا تعرفنا بالمحاضرة الأولى للشباب اللي حضروا معنا، أخذنا مدخل للزراعة المحمية يلي بنقصد فيها الزراعة في البيوت البلاستيكية. تعرفنا على بعض الأشكال، النماذج، تعرفنا على أهم الظروف اللي لازم تتوفر في الزراعة المحمية وليش نحن نلجأ للزراعة المحمية. محاضرتنا اليوم عن الزراعة بدون تربة، المحاضرة الثانية مدتها تقريبا في ساعة زمان. محتويات المحاضرة اليوم: مقدمة عن الزراعة بدون تربة، رح نتعرف على خصائص الزراعة بدون تربة، شو هي أهم الأوساط الزراعية المستخدمة، وأهم الطرق والنماذج، ومناقشة عامة. في الحقيقة تعرفوا أنه مسألة ترشيد استهلاك المياه اليوم هي على مستوى عالمي هي مسألة حيوية، حتى في البلدان اللي فيها اكتفاء مائي، فما بالكم في مناطقنا اللي الحقيقة كل قطرة مياه إلها أهميتها ولازم نفكر في كيفية استخدامها. فلذلك في الآونة الأخيرة بدأت الكثير من الدول بوضع استراتيجيات لإدارة مصادر المياه. من ضمن هذه الاستراتيجيات مثل ما بتعرفوا الانتقال إلى أساليب الري الحديثة، ولكن أيضا الانتقال إلى أساليب إنتاج أيضا حديثة، بحيث نصل إلى أعلى قدر ممكن من إنتاجية قطرة المياه، وهذا مصطلح أنا كثير بأكد عليه، لأنه أكثر من 60% حاليا من المياه، من الموارد المياه، تستهلك في الزراعة، فهذا رقم كبير. إذا استطعنا أن نرشد هي ال 60% فنحن حقيقة بيكون يعني إن شاء الله سعينا وحطينا الخطوة الأولى في اتجاه الحفاظ على مصادرنا الطبيعية. أيضا الزراعة بدون تربة أخذت أهمية في المرحلة أو في الوقت الأخير كونها تقنية صديقة للبيئة، وكونها أيضا تقنية يمكن تطبيقها على سواء كان صعيد تجاري، وراح نشوف في بعض المقاطع الفيديو لاحقا، حتى أصبحت تسمى منشآت صناعية. يعني بيقول لك أنا عندي معمل، ما عاد عندي مزرعة أو بيت بلاستيكي، أو على صعيد منزلي، وهذا الشيء اللي راح أركز عليه في الدورة الحالية، لأنه إلنا هدف جميعا أن تكون هذه التقنية متاحة للجميع، وأن يعني نعملها نوع من الأقلمة إن صح التعبير، بحيث أنه ممكن نستخدمها في بيوتنا، ممكن نستخدمها في البلكون على السطح، حتى في شرفة المنزل أو في ساحة البيت برا. إذا ما رح تشوفوا أنه في كتير تركيز على التقنية العالية، لا، هدفي من هي الدورة أني أوصل طريقة بسيطة ممكن تطلعوا من محاضرة اليوم إن شاء الله وأنتم قادرين على أنه تبدأوا تجارب بسيطة حتى في بيوتكم. الزراعة المائية أو الزراعة بدون تربة إذا هي مجموعة من النظم، مجموعة من النماذج، تستخدم لإنتاج المحاصيل بواسطة محاليل مغذية فقط عوضا عن التربة. زملائي الكرام، هي النقطة كتير كتير مهمة، وكتير مهم انه نحن نرجع لورا بمعلوماتنا ونعرف شو هو دور التربة بالنسبة للنبات، ونحاول ان نعوض هذا الدور في طرق اخرى. يعني احد مثل ما بيقول استخدامات التربة هي مصدر غذاء للنبات، اذا انا لازم امن مصدر
غذائي للنبات، عم عوضه في المحاليل الغذائية. أيضا التربة تلعب دور في تثبيت النبات، هي مش مصدر فقط عناصر مغذية أو ماء للنبات، هي أيضا لها دور في تثبيت النبات. إذا في الطرق اللي راح نتعلمها اليوم، كمان لازم آخذ بعين الاعتبار أنا كيف ممكن ثبت النبات. التربة بتلعب أيضا دور في حفاظ على درجة الحرارة في مثلا بتأمن توازن ما بين العناصر المغذية. إذا ما راح أدخل كثير أنا بالتفاصيل هاي، لكن خلينا دائما ناخذ بعين الاعتبار أنه نحن عم نعمل محاكاة للظروف الطبيعية يلي عم ينمو فيها النبات في التربة. ودائما في أي مشكلة نواجهها، دائما أنا أصر على هذا الموضوع أنه ارجعوا إلى الطبيعة في كل شيء. نرجع إلى الطبيعة، نحلل الشيء اللي عم بيصير في الطبيعة، نستفيد منه ونحاول أنه يعني نطبقه أو نلاقي حلول لتطبيقه في كل الأساليب الزراعية اللي عم نستخدمها. الشيء الأكيد مثل ما حكينا عن ترشيد استخدام المياه، تعلمنا أنه نحن نحسب الإنتاجية في وحدة المساحة، بنقول 5 طن في الهكتار، 100 كيلو في المتر المربع مثلا، تمام؟ لكن اليوم التوجه عم يختلف شوي، فصرنا نحسب الإنتاجية في وحدة استهلاك المياه. يعني أنا من المتر المكعب من الماء قديش فيني أنتج حتى في الحقول. وصرنا لما نوازن بين محصولين، مثلا بقول لك انا بزرع بطاطا ولا بزرع بندوره، فاحد الاساليب المقارنه انه يرجع انه هذا المحصول قديش بكلفني مي وهذا المحصول قديش بكلفني مي، وبالتالي ممكن اني ازرع هذا المحصول او هذا. وطبعا على صديق يعني على صعيد خليني اقول قطاع او دوله، فانا ممكن يعني امنع بعض الزراعات لانه تستهلك كثير من المياه. إذا مثل ما قلنا، الشيء اللي يعني الصورة اللي قدامنا بتبين لنا الفرق، إنه نحن عم نركز يا جماعة على تأمين ظروف مثالية قدر الإمكان لنمو النبات في وسط بدون تربة. بمعنى الشيء الأهم بالنسبة إلي اللي لازم أعطيه كتير أهمية هو وسط اللي عم تنمو فيه الجذور، لأنه إذا قلنا المجموع الخضري اللي هو فوق سطح التربة، سواء كان زراعة عادية أو زراعة محمية يعني في البيت البلاستيكي، فهي وحدة ما تغير معنا شيء. مين اللي عم يتغير معنا؟ عم يتغير معنا الوسط اللي عم نزرع فيه اللي هو وسط الجذور. فهذا راح تشوفه في كل النماذج المستخدمة، فبتركز على هيئة البيئة، يعني بيئة نمو الجذور اللي هي أكثر شيء بتهمني في موضوع الزراعة بدون تربة. بس نوضح يعني فكرة إنه من وين جاي هاي الهيدروبونيك، المصطلح طبعا الإنجليزي، فهو جاي من كلمتين، وهي نحن كأكاديميين كعلميين لازم نعرفه ونعرف خلفية هذا الموضوع. من هيدروس يلي بتعني الماء في اللاتينية، وبونس يلي بتعني عمل، بمعنى انه نحن عم نشوف عم ندرس عمل الماء وأهمية الماء في نمو النباتات. الشريحة اللي قدامنا هي كتير بتلخص لنا الطرق اللي راح نحكي عنها لاحقا. بنميز 3 أنواع من الزراعة بدون تربة. إذا في عندنا 3 أنواع أو فروع للزراعة المائية. زملائي الكرام راح تسمعوا كتير يعني مصطلحات في هذا المجال، لكن كلياتهم بينقسموا لـ3 فروع أساسية. في الزراعة المائية أنا عندي
إما إني أزرع في وسط زراعي، وكلكم زراعيين تعرفوا شو معنات هذا الكلام، أنا عم أستغني عن التربة لكن عم أستخدم وسط زراعي آخر، ممكن يكون الترليت، ممكن يكون رمل، ممكن يكون أي شيء آخر. المعنى أنه أنا في عندي وسط زراعي عم أستخدمه لحتى أزرع فيه النبات، لكن هذا الوسط الزراعي وسط خامل بمعنى غير عضوي، ما بيفيدني بشيء سوى تثبيت النبات وتأمين الرطوبة. طيب، هذا النموذج الأول. النموذج الثاني هو الزراعة في الماء. النوع الأول نسميه substrate culture، substrate هو الوسط الزراعي. النوع الثاني هو الدارج كتير واللي بنسميه الهيدروبونكس، بمعنى الزراعة في الماء، يعني أنا عم شيل النبات وحطه وين؟ في المي. قلنا شو هو الجزء اللي بيهمنا أكثر شيء؟ الوسط اللي عم تنمو فيه الجذور. إذا الوسط اللي عم تنمو فيه الجذور في الحالة الثانية هو الماء، الجذر مغمور في الماء. في الحالة الأولى الجذر موجود في وسط زراعي. الحالة الثالثة الزراعة في الهواء، يعني الحقيقة ترجمت هذا المصطلح للعربي، يعني في شيء من الخيال أو بيسموها الزراعة الهوائية. بمعنى هون أنه جذور النبات عم بتكون معلقة في الفراغ أو في الفضاء، ما في شيء بيحيط فيها، ما في عندي لا ماء ولا في عندي وسط زراعي. وهذا الشيء كمان رح نشرح كل نوع من هدول الأنواع بالتفصيل. سؤال هيك خلينا نتناقش فيه بيناتنا، تناقشوا فيه بيناتكم أنتم كل مجموعة، يا ريت يكون في تفاعل. لماذا الزراعة المائية؟ شو هي الميزات اللي ممكن أنا أجنيها إذا استخدمت هي الطريقة؟ 3 دقائق كل مجموعة، كل مركز، يا ريت تتناقشوا بيناتكم. أخوتنا المشرفين يا ريت يكون في نقاش. خلينا نحكي الشيء اللي بنعرفه، شو نحن توقعاتنا من الزراعة المائية وليش عم نلجأ لهي الطريقة. تمام، الزراعة في أماكن خاصة، ممتاز. توفير المياه، نعم. إمكانية الإنتاج في مساحات صغيرة، جيد. نهرب من الأمراض اللي موجودة في التربة، ممتاز. كمان في رأي بيقول هو مشان البحث العلمي والتكثيف الزراعي، رائع. ما شاء الله عليكم، الله يحميكم. توفير الشروط المناسبة، نعم. تمام، إذا مثل ما شفنا توقعاتكم في مكانها، نحن بنلجأ لهذا النوع من الزراعة مثل ما قلنا لأنه في إمكانية في التحكم بظروف نمو مثالية للنبات، وبالتالي أنا أحصل على إنتاجية عالية للنبات. أيضا زملائنا الكرام، بهذه التقنية نحن فينا نتحكم بمدى توفر العناصر المغذية للنبات. لذلك لما بتروحوا بتشوفوا في السوق مثلا اللي الثمار الناتجة عن الزراعة المحمية، مع إنه الزراعة المحمية عن البيوت البلاستيكية يعني ممكن أيضا تعاني من مشاكل التربة، لكن بتشوف الثمرة فيها تناسق سواء كان بالشكل باللون، نادرا ما بتشوف أعراض نقص عناصر. فهي في الزراعة في البيوت البلاستيكية مع أنه عم تكون في التربة، أما في الزراعة بدون تربة، وأن لما يكون في عندي المحلول المغذي مدروس وبناسب فعلا النبات، فبنحصل على إنتاج عالي يعني شكلا ونوعا، وبالتالي يعني حتى في
الأسواق الأوروبية مثلا، فصاروا يفضلوا على باقي المنتجات، لأنه يعني مثل إذا بدنا نسميه مثل الطفل المدلل، أنت عم تأمن لهذا النبات كل شيء، حرارة على أحسن ما يكون، رطوبة ومغذيات وأكل هيك وصبح ومساء في كل وقت يعني. فالنبات حقيقة عم يعبر عن الطاقة القصوى للمكنون الوراثي له، وبالتالي عم يكون في عندنا إنتاج كتير عالي، شكل الثمار جيد أيضا متشابهة، ما في والله كل ثمرة طالعة شكل وحدة، ثمرة مدورة، ثمرة منتفخة إلى آخره. في عنا راح نشوف فيما بعد المشكلة الغذائية، أو يعني في معنى المكونات الغذائية في هي الثمار. إذا الزراعة في أي مكان أيضا، بغض النظر عن طبيعة التربة الموجودة في المنطقة المراد الزراعة فيها. إذا مثل ما حكينا في الزراعة المائية، عم تتم الزراعة في أي مكان بغض النظر عن طبيعة التربة الموجودة في المنطقة المراد الزراعة فيها. يعني هذا الموضوع بجوز نحن ما بنحس فيه كتير شباب، لكن في مناطق كتيرة، وعلى سبيل المثال اليابان، تعرفوا هي عبارة عن مجموعة من الجزر، المساحة القابلة للزراعة تكون جدا محدودة، ولذلك الخيار انه الزراعة المائية بالنسبة لهم هو حقيقة ليس خيار وإنما ضرورة، ولذلك عم بتكون اليابان جدا متطورة في هذا المجال. بالنسبة لنا طبعا المناطق الصحراوية فكمان ما فينا نزرع فيها، لذلك نلجأ لهي الطريقة. عندنا في البيت على السطوح، يعني كيف واحد يزرع على السطوح؟ إما بيحط تربة، أو الزراعة بدون تربة هذا النموذج اللي عم نحكي عنه فهو حل جيد ومناسب. طيب، الاقتصاد في الماء والأسمدة، مثل ما حكيته عم نوفر نحن ماء، عم نوفر أسمدة. ليش؟ لأنه ما في عنا فاقد في التربة، كل المي اللي عم نستخدمه، كل العناصر السمادية اللي عم نحطها في الماء فعم يتم استهلاكها، ما في عنا فقد. الفقد يعني يقترب من الصفر في المئة، كل ما كان النظام اللي عم نستخدمه محكم فبتشوفوا انه ما في فقد نهائيا. التقليل من استخدام المبيدات وخاصة لمكافحة الأعشاب أو الآفات التي تستوطن في التربة، الحصول على إنتاجية عالية، طريقة صديقة للبيئة، كل هذول المواضيع حكينا عنهم، وأهم شيء إنه إمكانية تطبيقها على الصعيد المنزلي أو النطاق المنزلي. طيب، شو هي التحديات اللي ممكن تواجهنا في هذا النوع من الزراعة؟ أي تحديات في منها شيء له علاقة يعني بتحديات مثل ما بيقولوا داخلية وتحديات خارجية، في شيء خارج عن إرادتنا عن سيطرتنا، وفي شيء لا نحن ممكن نتحكم فيه. العامل الأول والأساسي هو المحتوى الغذائي والمذاق للخضار. راح استخدم كتير يعني كلمة خضار كونها هي المنتج الأساسي للزراعات المحمية بشكل عام. أيضا هذا النوع من الزراعة يحتاج إلى أيدي عاملة خبيرة، ويحتاج حقيقة إلى خبرات فنية. لهيك نحن يعني التفكير إنه قبل ما نطرح مشروع للزراعة المائية في سوريا، فلا بد من نبدا بالخطوه الاولى انه نحن نعمل برنامج لبناء القدرات اللي انتم راح تكونوا يعني ان شاء الله خبراء في الزراعه المائيه في المستقبل، وبالتالي اي برنامج او اي مشروع فمن باب اولى انه انتم تكونوا فيه، والحقيقه انتم اللي تسعوا له. يعني ما شاء الله أكثر المشاركين معنا في
بيشتغلوا في منظمات، وبالتالي هي رسالتكم كمان لحتى تحاولوا انه يكون يعني تتوجهوا لهذا النوع من الزراعة، ويكون موقفنا قوي وين ما رحنا وين ما حكينا في هذا المجال انه بدنا زراعة مائية، فبيكون في عندنا خلفية لهذا الموضوع، بنقول نحن عملنا يعني في عندنا كوادر صارت مؤهلة لحتى تنفذ هاي النوع من الزراعات كونها زراعة جديدة في منطقتنا. إذا تحتاج إلى استخدام معدات وتقنيات فيها نوع من التكنولوجيا، تتطلب إنه يكون في عندنا مصادر للطاقة. هلا الكل يقول معناتها يا دكتور يعني هي التقنية صعب استخدامها عنا، وهيك الواقع هيك، لكن الشيء العملي اللي نحن فينا كمهندسين وخبراء في هذا النوع من الزراعة، انه مثل ما قلت في البداية نحاول نلاقي حلول لمشكلة التقنية، يعني بمعنى ان اخفف من استخدام التقنية قدر الامكان. في شغلات ما بحسن استغني عنها راح نشوفها، لكن في امور فيني الاقي لها حلول، وان شاء الله في دورتنا اليوم والاسبوع القادم راح نتشارك مع بعض هي الاراء هي الافكار، كيف نحن بنقلل من تاثير استخدام التكنولوجيا على هي الطريقه، وبحيث انها تكون متاحه للجميع. طبعا اذا عم بحكي على صعيد تجاري فتكاليف التاسيس كبيره، لانه بدك خزانات وبدك مضخات وبدك برامج مراقبة لتراكيز المياه إلى آخره، هاي على صعيد تجاري. الشيء الأكيد سواء كان على صعيد تجاري أو في المنزل فهي بدها مراقبة مستمرة، تمام؟ طيب أنا عم أقول تحتاج إلى مراقبة مستمرة لضمان عمل النظام، مو نظامها، النظام نظام الزراعة المائية. طيب يعني ببالكم ليش نحن لازم بدها مراقبة مستمرة؟ لماذا في الزراعة المائية نحتاج إلى مراقبة مستمرة؟ يعني ما بتحسن تغيب لك يومين ثلاثة عن الزرعات اللي زارعون. السبب الرئيسي يعني بنرجع فيه لورا، إنه في حالتنا في الزراعة المائية ما في عندنا تربة، وبالتالي ما في عندنا مجال للمرونة أو التوازن اللي عم تأديه التربة، بحيث إذا صار في نقص في أحد العناصر، فالتربة يعني سبحان الله الطبيعة قوية في هذا المجال، فبصير في تفاعلات في التربة بحيث إنه تعوض النقص في العنصر اللي صار فيه نقص، أو درجة يعني قلوية التربة أو حموضة التربة ما بتتغير في سرعة. في الزراعة المائية أنا في عندي امتصاص للعناصر الغذائية، النبات يستهلك وما في شيء بيعوض، تمام؟ فإذا لازم أنا على الأقل مرتين أو ثلاثة في اليوم إني راقب أكثر شيء طبعا المحلول المغذي، لأنه شو قلنا يا جماعة؟ قلنا نحن أهم شيء تركيزنا وين؟ على الوسط اللي عم ينمو فيه، اللي عم تنمو فيه الجذور. هذا الشيء اللي بيهمنا أكثر شيء. طيب إذا حساسية المحلول المغذي مثل ما قلنا لتغيرات في مكونات وأيضا في تركيز المحلول المغذي ودرجة الحموضة. طيب جميل، أين يمكن أن نطبق الزراعة المائية؟ ممكن في البيوت المحمية، ولذلك كان لابد من أنه ناخذ أو نطلع يعني على أساسيات الزراعة المحمية. اللي بده يشتغل منكم في الزراعة المائية فلازم يطلع على أساسيات الزراعة المحمية. أيضا في عندنا الزراعة المحمية، اللي بقصد فيها هون هي مش البيوت البلاستيكية يا جماعة، يعني ممكن أنت تزرع في البيت
ممكن تزرع في مثلا على البلكون، فهي او ممكن ضمن بيوت الشبكية مثلا. ممكن اوكي بتحمي، لكن بتحمي فقط من مثلا الحشرات او تأثير مثلا العناصر او الظروف البيئية، امطار، رياح الى اخره. فبنسميها يعني في مصطلح انه هي زراعة محمية، لكن مش بيوت بلاستيكية او بيوت زجاجية. وفي عندنا الزراعة المكشوفة بالحقل. انت في الحديقة، في حديقة البيت، قدام البيت، فيك تطبق هاي الزراعة، اذا كان الهدف منها انه مثلا انا انتج في يعني نفس موسم الانتاج. انا بدل ما اروح ازرع خيار وبندورة وفليفلة بالحقل، ما في عندي انا اصلا ارض اروح ازرع فيها، فممكن قدام البيت ازرع، في البيت، في البلكون، في على السطح، اي مساحة متاحة لي وفيها ضوء فأنا ممكن أزرع فيها. طبعا حتى المساحة اللي ما فيها ضوء، يعني هون عاملين تجربة، بداية تجربة للزراعة المائية أو الأكوابونيك، يعني هي زراعة مائية وتربية أسماك، عاملينها في شو نسميه، في القبو تحت، يعني لا في إضاءة ولا شيء، عم نحاول إنه نأمن شروط إضاءة اصطناعية. القصد وين؟ إنه وين في عندك أنت مكان فيك تزرع فيه، فهي الزراعة، هذا النوع من الزراعة متاح. مثل ما نكون شايفين على الجدول، فيني في البيوت المحمية، يعني تستخدم لأغراض إنتاج الخضار، الشتول والغراس ونباتات الزينة، الزراعة المحمية اللي نحميها، يعني هون مش حماية كاملة، ف ممكن بالخضار، بنباتات الزينة، المشاتل، محاصيل الأعلاف. ويمكن هذا يعني الجزء الأهم، وأعتقد يعني في نسبة كبيرة منكم سمعان عن الشعير المستنبت. فالشعير المستنبت هو زراعة إيش؟ بدون تربة، وفينا نطبقه في أي مكان، بس يكون محمي يعني من العوامل البيئية الخارجية. في الزراعة المكشوفة أيضا فيني يستخدموا الخضار، نباتات زينة، مشاتل، فيني يستخدموا أيضا للأشجار المثمرة ومحاصيل الأعلاف أيضا. طيب ما راح نوقف هون كتير، خلينا نبدأ شوي في أمور لها علاقة بدراسات علمية. ذكرنا أنه أحد المشاكل هي تغير خواص أو المكونات الغذائية للثمار، وأهم شيء يعني أكثر شيء مستخدم مثل ما بتعرفوا، يعني ينتج في هذه الطريقة البندورة. فالجدول اللي أمامنا عم فرجينا في عندنا مزرعتين أو تجربتين، تجربة A وتجربة B، واحدة أو اثنيناتهم عملناهم مرة في التربة ومرة في الزراعة المائية. طيب الدراسات الحالية اليوم توصلت تغلبت على هي المشكلة، إنه نحن ما عاد في عندنا مشكلة إذا زرعنا مائيا تتغير عنا الخواص المغذية، بل على العكس اليوم صار العكس. في بلد مثل أسبانيا مثلا بيحبوا البندورة بتكون حامضة كتير، فبالتالي عملوا دراسات وغيروا في تركيب المحلول المغذي بحيث تعطي هذا الطعم الحامض. يعني الخلاصة اللي بدي أقولها من هون إنه التدخل في تركيب المحلول المغذي ممكن يعطيني أو يساعدني على أني أتحكم في مكونات الخضار اللي أنا عم أنتجه إلى درجة معينة. طبعا من الجدول ما بعرف إذا شايفين حركة الماوس، ما رح نطلع على كل هاي الأرقام، لكن بكل بساطة مثلا بنشوف إنه
تركيز فيتامين سي في المزرعة الأولى مثلا كان 17 في التربة، صار 17.9 في الهيدروبونيك، يعني ازداد تركيز فيتامين سي. وهو طبعا أحد الأمور أو التراكيب المرغوبة في الثمار. أيضا في المزرعة الثانية في التربة كان 13 ميلي جرام في كل 100 جرام من المادة الطازجة، فصار يعطيني 14.5، يعني في زيادة 1.4 تقريبا في المية. وهي يعني هذا التغير حقيقة يعتبر تغير كبير. باقي أيضا العناصر، بنشوف العناصر المغذية مثل الكالسيوم تقريبا يعني ما تغيرت فيه، فإذا أنا عم أحصل على منتج في نفس، خلينا نقول في نفس المواصفات الغذائية. وهذا التخوف، أنا ركزت على هذا الموضوع لأنه بيقول لك أخي أنت عم تزرع محلول غذائي ومغذي ومي وما بعرف إيش وعناصر سمادية، شو المنتجات اللي راح تطلع معكم؟ لا عمي، راح تطلع معنا منتجات، وعم تطلع معنا منتجات من الناحية الغذائية هي مثل اللي مزروعة في التربة. هون طبعا تتميز انه انا ما عم استخدم مبيدات او عم قلل كثير من المبيدات، وبالتالي هي من الناحية الصحية افضل ممكن تكون، يعني مشان ما نبالغ انا مع كل الزراعات، فهي يعني من الناحية الصحية قد تكون أفضل من اللي مزروعة في الحقل وعم تتعرض لملوثات كثيرة. إذا زملائنا وصلنا هلا لنتعرف شوي على، نعمل نوع من المقارنة، وشيء حكينا عنه سابقا، بدنا نقارن بين الزراعة بدون تربة والزراعة في التربة. من ناحية التعقيم وسط النمو، تعرفوا أنتم أنه يعني اليوم أحد المشاكل الكبيرة في الزراعة في التربة، طبعا ملاحظة هون أنا عم أحكي عن الزراعة في التربة غالبا في البيوت البلاستيكية، في البيوت المحمية، يعني عم نقارن محمي مع محمي، لكن محمي بتربة ومحمي بدون تربة. زراعة في بيت بلاستيكي فيه تربة، والزراعة في بيت بلاستيكي لكن في الزراعة المائية. المقارنة الأولى، إذن تعقيم وسط النمو، في عندنا مشكلة في التربة في زراعة، لما نزرع نحن في بيت بلاستيكي بيصير في يعني تلوث للتربة، وبالتالي لازم تعقم، وعمليات التعقيم صعبة ومكلفة، بدك تستخدم بخار في مواد كيميائية، بدها جهد ووقت، وغير هيك يعني قد تضطر انك تغير مكان البيت البلاستيكي، ما عاد فيك تزرع فيه، او بدك توقف فترة عن الانتاج. في الزراعة بدون تربة عمليات التعقيم يعني اما ما هي مطلوبة نهائيا، او عم بتكون بسيطة سهلة، لانه بالاساس نحن عم نستخدم مواد خام اكثر ما هنالك، ممكن ان ننظف يعني المجاري اللي عم نستخدمها، الطاولات اللي عم نستخدمها، هيك مسحة يعني تنظيفة بكل بساطة. ومثل ما قلت، اذا عم نستخدم وسط زراعي ترليت ولا غيره، فغالبا هذا كمان بيجي معقم، فعندي ما في عندي هي المشكلة. بعدين كثير كثير يعني صار عندي مشكلة مثلا معينة في الوسط اللي عم ازرعه، يا عمي بدل ما انا اغير البيت فبغير الوسط، ما في اسهل منه، ما في عندي هي المشكلة. التغذية النباتية اللي نقصد فيها تغذية النبات، مثل ما بتعرفوا في عنا مثل بيقول لك انه الارض بتفرغ بالشبر، يعني حتى انت بجوز على مستوى حديقة صغيرة عندك، ف تتغير معك خصوبة التربة من مكان لآخر، فما بالك إذا أنا عم أزرع في حقل أو عم أزرع في بيت بلاستيكي، ممكن
بيقول لك والله انا يعني عم شايف شوف نمو النباتات ما هو متماثل، التربه ما هي متماثله، في عندنا ممكن يصير في عندنا نقص موضعي، بمعنى انه بصير عندك انت نقص لعنصر في مكان معين على بعد 10 امتار، تشوف النباتات اوه تمام والنمو عندهم ممتاز. ففي الزراعه المائيه ما في عندنا هذا الموضوع. في كمان ايضا انه يعني صعوبه في اختبار خصوبه التربه. إذا التغذية النباتية مضبوطة في حالة الزراعة بدون تربة، عم بتحكم أنا في كل المكونات. المسافات الزراعية زملاء هذا كتير مهم، وبتجيني كتير أسئلة عليه. مسافة ما بين النباتات، كمان هيك فاصل منشط بس يعني دقيقة واحدة، شو هي العوامل اللي تحدد المسافة ما بين النباتات؟ هيك تناقشوا بيناتكم، يا ريت تعطوني إجابات ولو بسيطة. تمام، حسب حاجة النبات من العناصر المغذية. إذا الإضاءة، حجم المجموع الجذري، حجم المجموع الخضري. تمام، إذا كل هي العوامل زملاء، أنا تقصدت هذا السؤال. عم نشوف حجم الإضاءة، حجم المجموع الجذري، اوكي، حجم النبات نفسه، تمام. طيب خلينا نسأل حالنا هذا السؤال، وحجم العناصر المغذية. انتم هلا هيك بينكم وبين حالكم راح تشوفوا يعني راح تستنتجوا المعادلة اللي ممكن نحن نستخدمها في تحديد المسافات ما بين النباتات اذا زرعنا في الطريقة بدون تربة. إذا كان العامل حجم الإضاءة، فحجم الإضاءة ما راح يتغير معي، يعني سواء كان عم يزرع في الحقل أو في البيت الزجاجي أو في الزراعة بدون تربة، إذا هو يبقى عامل محدد ما فيني أنا أتجاهله. حجم النبات، قال لي والله يا دكتور يعني نحن عملنا زراعة مائية وعملنا هذا الشكل الهرمي اللي هيك، إيه خيو شو بدك تزرع فيه؟ قال والله بنزرع فيه بندورة. يا عيني عليك، كيف بدك تزرع بندورة وهذا الشكل الهرمي هيك يعني في عندك أكثر من صف والنباتات بدها تنمو بشكل أفقي، ونبات البندورة خاصة الأصناف الهجينة وهي المتسلقة يعني ممكن يوصل طول النبات لأكثر من 5 متر. النبات بده إضاءة، الخيار نفس الشيء. إذن لازم اختار انا شكل النموذج حسب طبيعة نمو النبات. الشيء اللي ممكن استفيد منه، نعم، مدى الحاجة للعناصر الغذائية، او خليني اقول خصوبة التربة. تمام، فانا هون اذا كان برا عم ازرع مثلا عم حط 1 متر، فيني خفف لل80 سنتيمتر. ليش؟ لانه العناصر الغذائية هون متاحة حسب حاجة النبات وليس حسب توفرها في التربة. لكن ما فيني غير حجم الجذور، تمام، الجذور حجمها هون عندي ما بتلعب دور كبير لأنه العناصر الغذائية نحن عم نشيلها ونوصلها لعند النبات، ما بيبذل أي مجهود، لذلك حجم الجذور ما بيلعب دور كبير. مثل ما قلت توفر العناصر الغذائية ما بيلعب دور كبير، لكن بيتم عندي الإضاءة و حجم النبات وطبيعة نمو النبات، هذا لازم أخذه بعين الاعتبار. طيب مكافحة الأعشاب، ما في عندنا نحن هون مكافحة أعشاب. من حيث أمراض التربة، ذكروا زملائنا أنه العديد من الأمراض ممكن تستوطن في التربة، وبالتالي أنا بدي دورة زراعية بهالحالتنا اليوم، الزراعة المائية، ما بدي أنا لا في عندي أمراض ولا بدي دورة زراعية. دورة زراعية يعني أنا أزرع أكثر من محصول، أعمل تناوب للمحاصيل. زملاء المستقبل طلابنا ممكن يعني هذا الموضوع يكون شوي ما هو معروف لهم. بالمناسبة أي مصطلح أي شيء ما بيكون واضح أثناء المحاضرة، فنحن عملنا مجموعات على الواتساب خصوصا ل يكون فيها فضاء أوسع للنقاش للحوار لأيضا
الأسئلة. إذا أمراض تربة ما في عنا الماء الماء الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. غالبا ما يعاني النبات من الجهد المائي، يعني قديش ما حاولت في الزراعة العادية، خليني أقول إنك تتأمن حاجة النبات من الماء، لكن في جهد مائي، إما نتيجة طبيعة التربة، ممكن يكون الماء متاح لكن طبيعة التربة، ونحن بنعرف مكونات التربة، فما عم تسمح للنبات إنه يستفيد من الماء. عندنا في الزراعة بدون تربة، لا، نحن فينا نتحكم فيه آليا، تكاليف منخفضة. في دراسة بتقول إنه 75% من المياه في البندورة لنفس الإنتاج، يعني وفرنا 75% من كمية الماء المستهلكة. شايفين هذا رقم كبير، 75% توفير ماء لما قارنا ما بين الزراعة العادية والزراعة بدون تربة. يعني إذا كان في عندنا إدارة جيدة للزراعة بدون تربة، فالفقد في الماء زملاء يعني يكاد يساوي فقط شو الكمية اللي عم يفقدها النبات نفسه، يلي هي النتح. حتى تبخر ماء من سطح التربة ما في عندنا إلا بحدود الدنيا جدا. يعني إذا أنا عم استخدم مثلا خليني أقول 1000 لتر من الماء، بنشيل منه النتح اللي عم ينتحه النبات، والباقي هو رح يطلع معي خيار وبندورة وباذنجان وفليفلة وإلى آخره. فجدا هذا الموضوع كثير مهم. نوعية الثمار حكيت عنها، إن الثمار في بدون يعني بالتربة بتكون، ممكن تكون طرية، ممكن تكون مشوهة، ممكن تعاني من نقص بعض العناصر، وبالتالي تكون قدرتها على التحمل التخزين قليلة. يعني هذا الموضوع لك على صعيد الاستهلاك المنزلي بجوز ما كتير، بجوز عنا نحن في دولنا بالأساس ما كتير، يعني في سوريا مثلا إذا ما عم صدر، لكن في موضوع التصدير يعني في، ممكن واحد بيقول لي أنا ممكن أعمل منشأة، يعني إن شاء الله في القريب العاجل نسأل الله إنه يفرج علينا، ممكن أنا أعمل منتجة يعني منشأة الهدف منها هو التصدير، أنا ما بدي للسوق المحلي، أنا بدي أصدر. فبالتالي هذا العامل جدا مهم لحتى أكون أنا أنتج ثمار قابلة للتخزين وبالتالي للتصدير لفترات طويلة، لأنه الثمار في الزراعة المائية بتكون صلبة، أكثر قابلية للتخزين، ممكن أن أتحكم في نوعية الثمار، وكما ذكرت سابقا ممكن زيادة نسبة الحموضة، وهي يعني هي الصفة مرغوبة مثلا في ثمار البندورة. إذا بالنسبة للتسميد، التسميد في الزراعة في التربة بتعرفوا يعني نحن في عمليات إنه بيتم النثر أو توزيع غير متجانس، في نسبة فقد نتيجة إنه ترشح العناصر المغذية إلى منطقة خارج منطقة تواجد جذور النبات، يعني بقول لك السماد موجود في الأرض بس ما هو يعني خارج نطاق تواجد الجذور، ممكن يكون موجود على بعد متر أو مترين، وطول الجذر هو 30 أو 40 سنتي. في الزراعة بدون تربة ما في عندنا هي المشكلة، أهم شيء إنه هون عندنا التغذية متجانسة وحسب حاجة النبات. الشتل في عملية التشتيل غالبا في الزراعات المحمية اللي تزرع في التربة، فنحن يعني نقوم بعملية التشتيل في مكان وننقل هذا النبات إلى مكان آخر، وبالتالي يعني يترتب عليه وقت وجهد وتلف أيضا لبعض الشتول. في الزراعة بدون تربة في عندي أنا هي العملية، لكن تكون الصدمة اللي بيتعرض لها النبات قليلة، التكاليف أقل، وما بتكون يعني مكلفة كما هي الحال في الزراعة اللي استخدم فيها تربة. الإنتاجية أو الإنتاج بيكون متأخر غير متجانس مثل ما ذكرنا، الانخفاض الإنتاجية في وحدة المساحة، هون في عندي إنتاج مبكر.
طيب، محاضرة اليوم ممكن تكون، وأرجو أن لا تكون مملة للبعض، عم نحاول ندخل في الأمور الأساسية للزراعة بدون تربة. خلاصة الشيء اللي حكينا فيه حتى الآن أنه نحن في عنا نظام، يعني شفتوني عم بحكي عن نظام زراعة مائية، وبالتالي إذا يعني هي مي زراعة عادية، في تقنيات، في أسلوب معين، في شكل. هذا النظام راح نشوف فيه له نوعين، إما مغلق أو مفتوح، نتعرف عليه بشكل أفضل. في عندي هون لازم انتبه إلى الوسط اللي بينمو فيه الجذور، وبالتالي لازم انتبه إلى تعقيم المحلول المغذي، أو إذا ما بدي أعقم المحلول المغذي أو الوسط الزراعي، على الأقل إني راقب إنه ما بيكون فيه تلوث. أيضا في عندنا مسألة إنتاج الشتول أو الغراس أو نباتات الزينة، يعني يعتبر هذا النظام من أفضل النظم لإنتاج الشتول. راح نشوف فيما بعد في طريقة جدا، يعني تكاد تكون الطريقة الوحيدة المستخدمة على الأقل في ألمانيا كما أعلم، لإنتاج شتول البندورة والخيار وما إلى ذلك. التحكم بنسبة النمو الجذري، النمو الخضري، والنمو الزهري. حقيقة هاي المسألة يعني هي بتشمل حتى البيوت البلاستيكية، من خلال التحكم بدرجات الإضاءة والحرارة والتناوب، فأنا ممكن أني يعني أتحكم في نسبة نمو المجموع الجذري إلى الخضري أو العكس، وبالتالي أيضا النمو الزهري. حكيتها في المحاضرة الأولى، فممكن أنت تتحكم بهذه الظروف، تحصل على نبات بتشوفه هيك صغير لكن مليان، يعني كلياته براعم زهرية وأزهار. طبعا أكثر شيء يستخدم يعني بالنسبة للنمو الزهري مثل ما بتعرفوا في نباتات الزينة. طبعا إذا كان هدفي أنا إنتاج ثمار، فأيضا ممكن أتحكم في هذا الموضوع. الوسط الزراعي لازم نشوف في عندنا هون شيء اسمه وسط زراعي، ما في عندنا تربة، لازم نشوف شو هو الوسط اللي أكثر شيء متاح لنا. مصدر المياه جدا مهم، يعني إذا كانت المياه صالحة للشرب فهي غالبا صالحة أيضا الزراعة المائية، لكن لازم ناخذ بعين الاعتبار في بعض المكونات إنه ما تكون موجودة في المياه. في عندنا فرق بين أن يكون الماء صالح للري في الطريقة العادية وصالح للزراعة المائية، خاصة في محتواه من الكربونات والعناصر المعدنية الأخرى. إذن لازم ناخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. والشيء الأساسي هو المحلول المغذي. طيب، إذا مثل ما حكينا في الزراعة المائية في عندنا نظامين أو تقسيمين، نظام مفتوح ونظام مغلق. هلق فيه خلط يعني عند البعض. فالنظام المفتوح، يعني مرة عم تناقش أنا وأحد المهتمين في الزراعة المائية، فالآن النظام المفتوح يعني هو أنا أزرع في الحقل، والنظام المغلق هو أنا أزرع في البيت البلاستيكي. لا، الأمر مو هيك، ما له علاقة في الظروف البيئية، له علاقة في دورة المحلول المغذي. في النظام المفتوح أنا ممكن أروي أو أوصل المحلول المغذي للنبات بدون ما بيكون في خط رجعة، وهذا يستخدم لما أنا عم أحكي عن بدي أستغني عن التقنية. ففي هون ما كان عندي لا خط راجع ولا خزان ولا مضخات ولا إلى آخره، لكن طبعا مكلف من إيش الناحية، إنه أنا بدي صار ماء أكثر وصار بدي عناصر مغذية أكثر. النظام المغلق وهو النظام اللي مستخدم بنسبة 99% في الزراعة المائية، إنه أنا عم بيكون عندي خط راجع للمحلول المغذي، بمعنى انه في دورة مغلقة، دورة متكاملة، عم وصل المحلول المغذي للنبات، النبات عم ياخذ حاجته،
والشيء اللي زايد عن حاجته فبيرجع لي الحوض التجميع مرة أخرى. طبعا يعني هذا شكل مبسط مثل ما أنا شايفين في هي الشريحة الرسم التخطيطي، تمام، أنه الماء الزائد عم يرجع للنبات. مثلا هون مثل ما أنا شايفين الماء الزائد عم يرجع للنبات. طبعا هذا شكل، هي طاولة بسيطة راح نشوف انه هي بتستخدم كطاولة للزراعة. هي الصورة للأسف أنا ما في عندي إمكانية للتكبير، فمثل ما حكينا هي طاولة مثل هي الطاولة اللي موجودة هون، لكن طبعا يعني أكبر، فتستخدم لإنتاج الشتل. فقط بيحطوا الشتلة على الطاولة، هي بيغمر ماء محلول مغذي، الزائد منه بيرجع للحوض من تحت. طيب يعني الأوساط الزراعية، أهم شيء الأوساط خاملة كيميائيا. في عندنا الصوف الصخري، البيرليت، الفيرميكوليت، ممكن الرمل العادي، ممكن الخفان اللي بيستخدموه في بعض المشاتل. الأورجانيك ما لنا علاقة هلا في الأورجانيك، حطوه على طرف. وفي عندنا الصناعي، الألواح المكونة من، قولوا معي مثلا الفلين، أعتقد التسمية الدارجة عندنا في سوريا ألواح الفلين، فهي ممكن نحن نستخدمها ما هو كوسط، بمعنى أقرب كحامل للنبات. زملاء، هذا مثلا عن الصوف الصخري. على فكرة هو نفس المادة اللي بتستخدم في عزل البرادات، عزل وين نستخدمها في الأفران إذا حدا عنده فرن في البيت، فهي المادة اللي عم تعزل الحرارة هي صوف صخري. أصلا مثل ما نكون شايفين عبارة عن يعني حجارة بركانية، بيتم يعني معاملتها، صهرها إلى آخره، فبتتحول إلى هذا الشكل قريبة جدا على الصوف. الرسم هون بيبين معنا نمو ثمار أو نباتات البندورة، وعم نشوف كيف عم تتوزع الجذور بشكل متجانس، عم تتخلخل. يعني بجوز واحد يقول هي كتيمة ممكن، ما لا، الجذور مبسوطة ومكيفة عليها في هي البيئة وآخذة راحتها، تمام. لكن حطوا ملاحظة، قبل استخدام هي المكعبات لازم تغسلوها في المي، يعني بتمرر عليها ماء جارية لحتى تتغسل قدر الإمكان إذا كان فيها من آثار لعمليات التصنيع. منها صورة، هي لاحظوا كمان مستوى المحلول المغذي. مستوى المحلول المغذي بأي نظام استخدمناه فما لازم يغمر يعني كل الجذر، لازم يبقى جزء من الجذر ولو 1 سنتي ل2 سنتي في غير مقمور في الوسط المغذي. ما تأكلوها، راح نتعرف على هي النقطة بشكل أوسع لما بنحكي عن النماذج في المحلول المغذي. طبعا هذا البرليت إذا حدا يعني عنده اهتمام أكثر فممكن يرجع ل أو أزوده في مواصفات لهي العناصر أو الأوساط المغذية. في عنا أكثر شيء نحن بنستخدم صراحة البرليت، أيضا فهي كرات الطين إن صح التعبير أو الخفان، فهي أيضا ممكن تستخدم في الزراعة بدون تربة. في عنا مثلا الألياف تبع جوز الهند. هلا بتقولي له احنا ما في عندنا جوز هند لحتى يكون في عندنا الياف، فهي يعني تعتبر ماده جدا رخيصه. بتكون هي الالياف على، بتجي مضغوطه يعني على شكل مكعبات مستطيله او كذا، مضغوطه كثير، لما نحطها بالماء تزداد سماكتها، فبحدود بتصير 10 سم تقريبا، وبالتالي ايضا مزرعه تستخدم للزراعه. إذن هاي بعض المواصفات للبرليت، الصوف الصخري، والألياف.
إلى ما هنالك. الخبر السعيد أنه حاليا وصلنا إلى نهاية المحاضرة، رح ناخذ فاصل ونرجع فيه نكمل إن شاء الله للمحاضرة الثالثة، نحكي فيها عن نماذج الزراعة المائية.